مساء الخير احبائي في مصر والعالم كله. النهارده جوله من فينيسيا. فينيسيا بلد جميله جدا، اسمها باللغه العربيه البندقيه، واسمها باللغه الايطاليه فينيسيا، واسمها باللغه الالمانيه فينيديك. البلد دي بتطل على البحر الادرياتيكي، بس كل المواصلات جواها عن طريق المراكب الشراعيه. هنقوم بجوله فيها مع بعض، ويا ريت تسعدوا بهذه الرحله معانا، ويا ريت يا رب تستمتعوا. بص كده معايا، المكان ده اللي قدامنا على طول كنيسة سانتا لوتشيا. دي كنيسة سانتا لوتشيا، ودي كنيسة مشهورة موجودة قدام محطة القطر في فينيسيا. هنقرب عليها كده بس شوية، نقرب لكم بالزوم اهو. الصليب من فوق، الأوضة بتاعتها. طبعا احنا عندنا زوم 60 مرة زوم، يعني ممكن نجيب تفاصيل اي حاجه من هنا. اللي عايز يروح لها بيعدلها عن طريق المراكب الشراعيه. المراكب الشراعيه بتبقى موجوده زي ما انتم شايفين كده اهو، اهي مثلا دي مراكب شراعيه. الناس بتركب المركب الشراعيه دي، بس دي طبعا اغلى من المركب العام. المركب دي اللي بيركبها بيدفع من حوالي 60 ل 80 دولار، وممكن توصل ل 140 دولار حسب الاعداد. هنا في الناحيه دي على اليمين في الترام البحري. الترام البحري دوت انت بتركبه بتذكره ممكن ب 20 يورو في اليوم الواحد، 20 يورو في اليوم الواحد تمشي بيه وتروح اي مكان وترجع 20 يورو. طبعا لو انت هتقعد يومين بيعتبروها لك 30 يورو، لو هتقعد ثلاثة او اربع ايام ممكن يدفعوك 70 يورو في الحدود ديت يعني. فكل واحد بيحسب حسبته براحته، اللي عايز ايه يروح الاماكن. في طبعا مراكب صغيره، مراكب من كل الاحجام، حتى المراكب اللي هي تكفي شخص واحد، وفي مراكب جندول بتسع لغايه 10. اما الاتوبيس النهري ده اهو، في يمين وفي شمال اهو، هنا واحد اهو وهنا واحد، انت بتختار اي واحد فيهم. المكان نفسه سحري، المكان ساحر، المايه برضو شكلها جميل. في النص دي التحركات جوه فينيسيا، جوه فينيسيا طبعا موجود انك انت ممكن تمشي، وفي بريدجز بتبقى زي البريدج ده مثلا اللي هو بينقل من الناحيه اليمين للناحيه ايه الشمال. احنا هنمشي كده ونحاول نصور اهم المعالم الشهيره. طبعا انا معايا اسرتي، ما بتحركش وحدي، وبناخد جوله مع بعض. نكمل. لما ناخد كده نبص على البحر ونتأمل المكان من اليمين للشمال، ادي المراكب اللي ماشية. سيلفيا، كارمن، رورو، هاي راسي. المراكب منظرها جميل جدا جدا جدا. احنا بنستكشف المكان. كنيسة برضه انا عرفت منها شوية، كنيسة سانتا. مياه جميلة طبعا، دي المياه اللي داخل المكان. على كل جنب في طول فينيسيا يعني في بروج زي ده، او البروكا او كباري زي دي، بتنقل من ناحية اليمين للناحية الشمال، يعني بتقسم فينيسيا للشمال وجنب. برضو من الحاجات اللي الناس بتحب تطلع عليها وتشوفها فرق. فينيسيا فيها مشهوره بالحاجات الزجاجيه، المصنوعات الزجاجيه. هنا في جزيره كامله، في جزيره في فينيسيا فيها مصانع للازاز، ازاز الملون، عشان كده هم بيبرعوا في صناعات الازاز الملون. ف
هتلاقي في كل حتة أشكال مختلفة من المصنوعات الزجاجية. ده محل كامل والأقنعة كمان، حتى الأقنعة بيصنعوا أقنعة بأشكال مختلفة. وناس بتحب الحاجات دي كديكوريشن في البيت يعلقوها. الراجل كاتب فينيسيا 2000، لان احنا دلوقتي فينيسيا 2024. المباني القديمة بقى، المباني القديمة بتضيف عبق كده وروح معينة على المكان. طبعا الأسواق هنا في أسواق كتيرة ومن جنسيات كتيرة على فكرة، لأن حتى الجنسيات اللي هنا مش كلها طلاينة، الجنسيات اللي هنا بتبقى مختلفة، كلهم سمر كده، أفغان ومنهم أتراك، منهم حاجات كتيرة قوي. بس الفكرة ايه، شايفين هنا كله بيطل على البحر، شايفين البحر وشايفين المركب البحرية من هنا بعيد، كل الحركات بتبقى من خلال المراكب الصغيرة، من خلال المراكب الصغيرة اهو، اهي مراكب بحرية بتعدي. المعلومة برضو المهمة اللي حابة اقولها، يعني شارع زي ده فيه كل حاجة، حتى المطاعم والريستوران. بس للمعلومة الناس اللي بتزور فينيسيا، ان المطاعم هنا بتقفل من الساعة 3 للساعة 6 بترجع تفتح تاني، يعني من 3 ل 6 بياخدوا ريست. كمان هنا لو حد احتاج تواليت في الطريق، يعني التواليتات هنا الدخول للفرد بيورو ونص، يورو ونص، وعلى يعني على مسافات متباعدة. طب لو الواحد اتزنق مثلا وما كانش فيه، لا ادخل اي مطعم اطلب وجبه وادخل التواليت، او اي محل في جيلاتي او اي حاجه واطلب، وبعد كده تدخل التواليت عادي، بدل ما تقعد تدور بقى على تواليت في اي مكان. لكن البلد طبعا الفتره دي، احنا في شهر 7، اخر شهر 7، احنا في اخر شهر 7، دي فتره التوب سيزون. حتى انا زاد عليا تاجير الفندق 400 يورو زيادة عن ما كنت لو دفعت قبلها بأسبوع، عشان أنا حجزت بسرعة قبل السفر، يعني حجزت
خلال 4-5 أيام قبل السفر، فدفعت أكثر. فاللي عايز يحجز السفرات زي دي يوفر، يحجز من قبلها بشهر بشهرين. طبعا أنا عشان أولادي ما عندهمش أجازات مختلفين، فحاولت أجمعهم معايا، فده اللي أخرني، فده اللي أخرني، اللي معاه امتحانات واللي معاه دراسة وهكذا، فده أخرني شوية. جوزي طبعا ما عندوش وقت، ما بيضيعش الفرص، بالذات في الحاجات دي. ويلكم. اشتريت ايه بقى؟ كارمن دي اصلي مملة في كل حاجة، يعني هتاخد اسبوع قبل ما تنجي هدايا الاصحاب. ماشي. اجمل بقى حاجة هي الطيور اللي هي موجودة، الطيور البحرية اللي زي كده، الطيور البحرية. الناس ما بتتحرش للطيور ولا للحمام اللي زي ده، بيعيشوا بأمان، لأن الناس هنا ما بتعكسش الطيور، بيعيشوا بحرية وبيعيشوا في أمان وسط الناس. خير يا عم، مالك مالك يا عم رئيس؟ كان بيندى على دول ولا ايه؟ واضح ان الخير ده بيدور على اكل. ده صندوق زبالة، واضح ان ده جعان وبيدور على اكل. نقرب بقى شوية، الجو الجميل ده. شايفين الطير، شايفين المية، شايفين السفن. الله، تهفهف الطيور والكوبري اهو من هنا باين. الناس عليك. يا سلام يا سلام على جمال المايه. ده بقى الاتوبيس النهري، ده الاتوبيس النهري اهو. في اتوبيس كمان جاي رايح، الواحد رايح والتاني جاي. ده اللي تذكرته في اليوم ب20 يورو للفرد. غير ان في تاكسي نهري، يعني ممكن تاخد تاكسي نهري تروح لعنوان معين. كان في جندول كتير، بس انا النهارده مش شايف جندول خالص. الجندول ده بيتحرك مش بموتور، شخص بيحركه بدراعه، بس انا مش شايفه خالص. واضح انه انقرض، مع ان البلد الوحيده اللي بتصنع الجندولات هي فينيسيا. انا لو لقيت اي جندول معدي هصوره لكم، لانه مش بموتور بقى، ده الشخص بيحركه بدراعه. وكل الحاجات ديت بتتحرك بموتور. في رحلات بتتأجر، يعني زي ده مثلا ممكن تأجره جروب مثلا، ياخدوا رحلة نص ساعة. ده تاكسي برضه، حتى مكتوب عليه تاكسي. تاكسي نهر. في رحلات بتبقى يزورك أهم المعالم بس عن طريق المية، تتفرج عليها يعني في نص ساعة، في 3/4 ساعة، بتوصل من 80 يورو ل140 يورو. بياخدك من مكان وبيرجعك لنفس المكان. ده
بس انا اعتقد ان الجندول كان من اهم المميزات اللي موجوده في شوارع يمين وشمال بيلفوا فيها. في محطات مختلفة طبعا، لو واحد عايز ينزل هنا بينزل المحطة بتاعته هنا في المحطة مثلا. اتوبيس النهر جاي محمل أفضل. اتوبيس النهر يمكن عشان سعره يعتبر 20 يورو في اليوم، حتى لو رحت مرة واحدة يعني ممكن مرة واحدة تبقى 7-8 يورو، 7.5 8 يورو لو رحت مكان معين، مش بقى تذكرة يوم كامل. تذكرة يوم كامل لا 20 يورو في اليوم، وفي تذكرة أسبوعية ممكن توصل إلى 70. حتى الكوبري ده مسمينه كوبري ماركو بولو، ماركو بولو. المدام واضح انا اتاخرت عليهم، فبيعملوا لي تاتش عشان يلا عايزين يكملوا يلا. المحل ده محل حلويات ومحل الكحول، بس انا لقيت في حاجه عجيبه في لفتت نظري انا بقى. يعني طبعا في شوكولاتات وكلام من دوت، وفي ساندوتشات، ساندوتشات مختلفه وعليها الاسعار، يعني كل ساندوتش عن السعر بتاعه مختلفه، من ابسط حاجه 2 يورو ونص ل 6 يورو ل 7 يورو. لكن انا اللي لفت نظري، وحتى انواع المكرونات موجوده تحت، انواع مكرونات مختلفه. انا اللي لفت نظري بقى في القصه كلها لا الكحول ولا غيره، انا اللي لفت نظري ده ايه الحبل ده يا رجاله، ايه الحبل ده؟ اكتشفت ان ده هو ايه بقى اسمه ايه ده يا مرمى؟ عرق السوس اللي كنا بنشربه زمان. رحت شاي واحد، وريني كده اللي معاك اللي اشتريناه. ادي اللي اشتريناه، ادي اللي اشتريناه. شايفين العرق السوس ده؟ ده اهو اشتريناه الواحده ب 3 يورو. اشوف كده حلو. على فكره بعد ما اكلت العريضه دي طلع طعمها حلو، اصريت ان اشتري النوع ده كمان من الرفيع، ودخلنا تاني اشترينا من الرفيع ده، قلنا برضو نجربه. ثواني كده نشوفه. والله حلو خالص. يلا بينا. ده برضو محل من الحاجات الزجاجيه اللي مشهوره في فينيسيا. اشكال جميل جدا، تخيلوا كل ده ازاز ملون. بص كانها ذهب، لكن ده لا، ده ازاز ملون، ما هوش ذهب ولا حاجه. تظن يحب قوي المسكرات على فكره. تعالى يا وسيم كده نشوف ده ايه. كوبري تاني بقى من الكباري المشهوره. السلطان كانت مشهوره بها ايطاليا. ايه ده بس الكرويتس ده؟ لا مش الاحمر، ده يمين الاخضر، ده الاخضر ده جميل فعلا. تحس بس هو متركب من صدفيات يا وسيم وحاجات كده. انت لو قربت عليه احجار. اه
دي تركيبه احجار، وده برضو البني ده كله احجار متركبه على خلفيه خشب. ده كمان رمادي، ها تيور النورس بقى تاني. تيور النورس ده باين عليه هو القائد، يعني بينده للناس. لو بسمعك كلام مشي. الست قالت له مشي، قالت له مش كفايه كده. ده في نكمل. احنا فوق الكوبري ده اللي بين الشمال وبين الجنوب، ومن هنا اقدر اجيب لكم كنيسه سانتا لوتشيا، القمه بتاعتها من فوق كنيسه سانتا لوتشيا. وهنا اقدر اصور لكم البحر، وهنا اصور لكم الأمورة الصغيره. هي بتاكل ايه؟ بتاكل ايه؟ وريني. بابل تي. مش إيه باكل ده؟ ده مشروب. اسمه بقى ايه ده؟ بابل تي. دبل تي. بابل تي. بابل تي في كده شتكشن فروشته. فروشته؟ أيوة. ايه يعني ايه يعني ايه الفروشته؟ عباره عن ايه؟ يعني انت اللي معاك دي؟ يعني ده حاجه ثانيه. ده فصل ملونه ده؟ اه أيوة. ده فصل ده اللي هو البطيخ. سلاشي. آه. ايوه. انت بقى ايه؟ مانجا، وفي حته مانجا جوا العصير. في كور؟ في كور؟ في كور فيها سكر كتير و والطعم بتاع المانجا. بتاع المانجا. يعني أيوة. انت بتشرب البابل دي بتطلع يعني و كله انجزون. يعني بتشرب يعني حاجات مش صحيه. تشرب العصير وال بس طعمها حلو. ايوه عايز صح... مش صحي. لا مش عايز. اه بس شوف شوف الحاجات، المراكب جايه ازاي، تمشي ازاي بين الشوارع. شايف هناك؟ شايف المنظر؟ لا جو جميل. انا عن نفسي استمتعت النهارده حقيقه. من الناحيه الثانيه بس اعمل فوكس بقى لما ايوه في الناحيه الثانيه من البيت، واخد اللون القديم بتاعها، اللون الطبيعي بتاع زمان، اللون الطبيعي بتاع زمان. وطبعا كله من كل الجنسيات بيجوا هنا. نكمل هنا بقى، بنبص على السنتر بيرد على سانت ماركو، بنعد على باتا. باتا انا دايما بنبسط لما بشوف فرع باتا، فرع باتا كان مشهور في بلدنا، فحتى لما بروح للتشيك في فرع الباتا، برضه في النمسا في فرع الباتا، هنا كمان في فرع الباتا، فده شيء بيبسطني جدا جدا جدا. برضه الحاجات الزجاجيه زي ما قلت اهي كتير جدا، اشكال جميله جدا، اشكال تحفه. يعني الشكل ده اللي هو عامل زي الضفدع، معمول من الازاز زي التور. الاويلة او البومة. نكمل الممشى لغاية سان ماركو. لسه احنا فيه 30 ممرات محلية، في ناس بتيجي. البيوت القديمة العتيقة حتى بالمداخل والمراخر بتاعتها الفخمة القديمة قاعدة زي ما هي. هنا بنبص نلاقي صورة للقديس يوسف النجار والمسيح معمولة بالخشب.
متعلقة على مدخل شارع طويل. بنكمل في الشارع المؤدي لسان ماركو، هو طريق طويل طويل. نكمل.